سلمى، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. اليوم اجي باش نحكي لكم على حرب القراصنة، اللي هو يندرج ضمن رواية الجيبة التونسية للكاتب مالك بن عز الدين. قريت المؤامرة والقرصان وتوا الهولندي الطائر، كلهم يحكيوا على العصر الذهبي للقراصنة. العدد الثالث كذي الهولندي الطائر صدر حديثا عند بوب ليبريز. الهولندي الطائر باش تظهر فيه شخصية جيسيكا اللي هي موجودة على الغلاف لهنا. جيسيكا باش نشوفوا شنو باش يكون تأثيرها في الأحداث. فما زاد الهولندي الطائر اللي هي سفينة أشباح، باش نشوفوا اسكو موجودة في الحقيقة ولا لا، وشنو زاد باش يكون تأثيرها على القبطان، على هنري اللي هو الشخصية الرئيسية، وعلى بقية طاقم السفينة نتاعو. وباش نكتشفوا هذا الكل في العدد الثالث، الهولندي الطائر لمالك بن عز الدين. ننصحكم تقرأوه، كتاب خفيف ويتقرأ فيه. كانت هذه فيديو اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. باي باي.